السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في الإسكولا. النهاردة إن شاء الله معدنا مع الجزء الثالث والأخير في الدرس الأول في الوحدة الثانية الطاقة. يا ريت اللي ما شافش الأجزاء الأولانية، طبعا الدرس احنا أخدناه على 3 أجزاء، أخدنا في الجزء الأول طاقة الوضع، في الجزء الثاني طاقة الحركة، النهاردة إن شاء الله في الجزء الثالث هناخد الطاقة الميكانيكية اللي هي مجموع طاقة الوضع وطاقة الحركة، هناخد مسائل عليها. يلا بينا نشوف الدرس. الطاقة الميكانيكية، إيه تعريف الطاقة الميكانيكية؟ الطاقة الميكانيكية هي مجموع طاقتي الوضع والحركة. أخدنا في الدرس في الجزء الأولاني منه طاقة الوضع وأخدنا مسائل عليها، في الجزء الثاني أخدنا طاقة الحركة، في الجزء الثالث النهاردة إن شاء الله هناخد الطاقة الميكانيكية اللي تعريفها مجموع الطاقتين اللي خدناهم قبل كده، الوضع زائد الحركة. طب القانون اللي بحل بيه المسائل، من التعريف الطاقة الميكانيكية مجموع طاقة الوضع وطاقة الحركة، والقانون بتاعها بجمع طاقة الوضع على طاقة الحركة، يعني الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع مجموعة ليه طاقة الحركة. طب احنا سبق ان احنا قلنا ان طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع، وطاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. طب أنا ممكن أشيل طاقة الوضع وأشيل طاقة الحركة وأحط القوانين بتاعتهم؟ آه طبعا ممكن. فيبقى الطاقة الميكانيكية بتساوي الوزن في الارتفاع، والوزن في الارتفاع ده المفروض إنه بيحسب لي طاقة الوضع، زائد نص الكتلة في مربع السرعة، والمفروض ان ده القانون اللي بيحسب لي طاقة الحركة. ملاحظات هامة، عند قذف جسم الى اعلى، يعني لو جبت جسم وحذفته لفوق، تزداد طاقة الوضع وتقل طاقة الحركة. يبقى لو انا عندي سطح الارض بالشكل ده، والمفروض ان انا جبت كورة، والكورة دي بترتفع الى اعلى او تم قصفها الى اعلى في الاتجاه ده، المفروض اثناء صعود الكرة الى اعلى كل لما بتطلع طاقة الوضع بتزيد، لان ارتفاع الكرة عن الارض بيزيد، وطاقة الحركة بتقل لان سرعة الكرة بتقل، ويكون الزيادة في طاقة الوضع بيساوي النقص في طاقة الحركة، بحيث ان في النهاية يبقى الطاقة الميكانيكية ثابتة. بمعنى لو فرضنا مثلا ان طاقة الوضع ودي طاقة الحركة، والمفروض ان مجموع الاتنين هيديني طاقة اسمها طاقة ميكانيكية. لو فرضنا ان طاقة الوضع ولتكن 70 وطاقة الحركة 30، المفروض مجموعهم الطاقة الميكانيكية يبقى 100. اي زيادة في طاقة الوضع يقابلها نقص في طاقة الحركة. ازاي؟ لو فرضنا ان طاقة الوضع بدل ما هي 70 بقت 80، زادت 10، يبقى الزيادة في طاقة الوضع هيقابله نقص في طاقة الحركة، طاقة الحركة تقل 10، عشان يبقى في النهاية مجموعهم ثابت اللي هو الطاقة الميكانيكية. عند قصف جسم إلى أسفل، لو العكس بقى، أنا سبت الجسم يسقط من أعلى لأسفل، بيحصل العكس، بتقل طاقة الوضع لأن ارتفاعه بيقل، وتزداد طاقة الحركة لأن سرعته بتزيد، ويكون النقص في طاقة الوضع بيساوي الزيادة في طاقة الحركة. عند قصف جسم إلى أعلى أو إلى أسفل، سواء أنا حذفته لفوق أو حذفته لتحت، لازم يكون مجموع طاقتي الوضع والحركة مقدار ثابت عند أي نقطة.
ممكن الوضع تقل والحركة اللي تزيد، ده لو الجسم بيسقط لأسفل، وممكن لو الجسم بيرتفع لأعلى الوضع هي اللي تزيد والحركة هي اللي تقل، لكن في النهاية لازم يكون مجموع الاتنين مقدار ثابت اللي هو الطاقة اللي اسمها الطاقة الميكانيكية. علل لما يأتي: تهبط عربة الملاهي بسرعة عالية عندما تصل لأقصى ارتفاع. يعني ليه السيارات الألعاب اللي موجودة في الملاهي لما بتصل لأقصى ارتفاع بيبقى سرعتها عالية جدا في النزول؟ لأنه عند أقصى ارتفاع، لما بتوصل لأقصى ارتفاع هيبقى أعلى طاقة وضع، هتتحول كل طاقة الوضع دي لطاقة حركة فتهبط بأقصى سرعة. السؤال الثاني: لإزالة جزء من حائط مبنى يصوب إليه الكتلة الحديدية، بيبقى حاجة عاملة زي الونش كده وبيبقى فيها كرة كبيرة من الحديد، بنوجهها للحائط وبنبدأ نحركها عشان تصطدم بيه بعنف فيقوم يسقط. طب ليه؟ لأن بتتحول طاقة الوضع المخزنة في الكتلة الحديدية الكبيرة لطاقة حركة كبيرة تعمل على إزالة هذا الجزء. عند سقوط جسم، لما بيجي جسم يسقط من ارتفاع كبير، تزداد طاقة حركته، طاقة الحركة بتاعته بتزيد وتقل طاقة وضعه. طبعا هتقل طاقة الوضع لأن ارتفاعه بيقل، وهتزيد طاقة الحركة لأن سرعته بتزيد، لأنه عند سقوط الجسم يقل الارتفاع. طب لما بيقل الارتفاع، الارتفاع من العوامل المؤثرة في طاقة الوضع، يبقى ده معناه إن هتقل طاقة الوضع، بينما تزداد السرعة، سرعة السقوط، والسرعة من العوامل المؤثرة في طاقة الحركة، عشان كده هتزيد طاقة الحركة. في ألعاب القوة اللي هم اللاعبين الأولمبيين اللي بيلعبوا ألعاب القوة اللي هي الجلة والرمح والقرص، أثناء الوسب العالي يستخدم اللاعب زانة لتعينه على الوسب. بنلاقي اللاعب ماسك زانة طويلة جدا وبيبدأ يجري وبيثبتها في مكان معين مخصص، فبتبدأ الزانة تنسني وبعد كده ترجع تتفرد تاني فترفعه لارتفاع كبير جدا عشان يعدي من فوق حاجز. لأن ثني الزانة يجعلها تكتسب طاقة وضع كبيرة، لما الزانة دي بتتنى بيبقى فيها طاقة وضع كبيرة، بعد كده بتتحول لطاقة حركة كبيرة فتدفع اللاعب لأعلى نقطة ممكنة. علل: يهتز البندول ويعتبر اهتزازه مثال للطاقة الميكانيكية لحدوث تبادل بين طاقة وضعه وطاقة حركته، لأن أثناء حركة البندول يمينا ويسارا اللي هو بندول الساعة بيحدث تبادل بين طاقتي الوضع والحركة. ما معنى قولنا أن الطاقة الميكانيكية لجسم متحرك 100 جول؟ احنا اتفقنا مع بعض ان الطاقة الميكانيكية دي عبارة عن مجموع طاقتين، طاقة الوضع زائد طاقة ايه؟ الحركة. يبقى لما يقول لي ايه معنى ان الطاقة الميكانيكية 100 جول، اقول له معنى ذلك ان مجموع طاقتي الوضع والحركة لهذا الجسم 100 جول. متى تكون القيم الآتية صفرا؟ امتى تكون القيم دي صفر؟ امتى طاقة الوضع بتكون صفر؟ لما يكون الجسم عند سطح الأرض، يعني لما يكون الجسم ما فيش ارتفاع، ملوش ارتفاع، ارتفاعه صفر لأنه على سطح الأرض، فبيكون في الحالة دي طاقة وضعه صفر. طب امتى تكون طاقة الحركة هي اللي صفر؟ عندما يكون الجسم ساكنا ما بيتحركش.
طب ينفع لما تكون الكرة اللي بتصعد لأعلى ولأسفل الكرة تبقى في أقصى ارتفاع يبقى طاقة الحركة صفر؟ فعلا في أقصى ارتفاع بتكون طاقة الوضع أكبر قيمة ممكنة وطاقة الحركة بتكون صفر، لأن الكرة لما بترتفع لأقصى ارتفاع قبل ما تبدأ في السقوط لازم تتوقف لثانية فبتصبح ساكنة، فبتكون طاقة الحركة عند أقصى ارتفاع صفر. طب الطاقة الميكانيكية إمتى تكون صفر؟ تكون صفر لما الجسم يكون ساكن على سطح الأرض، فما يبقاش ليه طاقة ميكانيكية، يعني ما يبقاش ليه لا طاقة وضع لأنه مش مرتفع عن الأرض، ولا طاقة حركة لأنه ساكن. والطاقة الميكانيكية هي مجموع الاتنين، فلو الاتنين بيساوي صفر إذن الطاقة الميكانيكية كمان بتساوي صفر. متى يحدث الآتي؟ إمتى طاقة الوضع تساوي الطاقة الميكانيكية؟ طب ما هي المفروض إن الطاقة الميكانيكية دي هي مجموع طاقتي الوضع زائد الإيه؟ الحركة. إمتى بقى طاقة الوضع تبقى هيها الطاقة الميكانيكية؟ أكيد لما طاقة الحركة بتكون صفر. طب وإمتى طاقة الحركة بتكون صفر؟ لما يصل الجسم لأقصى ارتفاع، لأن إحنا اتفقنا لما الجسم يصل لأقصى ارتفاع بيتوقف فما بيبقاش ليه سرعة، يعني بيبقى ساكن، فتصبح طاقة حركته صفر. يبقى إمتى تتساوى طاقة الوضع مع الطاقة الميكانيكية؟ لما تبقى طاقة الحركة بصفر. طب اللي تحتها عكسها بقى، إمتى طاقة الحركة تساوي الطاقة الميكانيكية؟ أكيد لما طاقة الوضع تكون صفر، يعني لحظة وصول الجسم لسطح الأرض. طب إمتى طاقة الوضع تكون قد طاقة الحركة؟ لما يكون الجسم في منتصف المسافة بين الصعود والهبوط، سواء كان بيصعد أو كان بيهبط. طاقة الوضع بتساوي الطاقة الميكانيكية ناقص طاقة الحركة، وطاقة الحركة بتساوي الطاقة الميكانيكية ناقص طاقة الوضع. تالت واحدة، عند منتصف المسافة تكون طاقة الوضع هتساوي طاقة الحركة، وكل واحدة فيهم هتساوي نص الطاقة الميكانيكية. يعني لو فرضنا ان الطاقة الميكانيكية 100، هتبقى طاقة الوضع 50 وطاقة الحركة 50 والطاقة الميكانيكية هتكون 100، فأي واحدة فيهم بتساوي نص 100 اللي هو 50، اللي هو نص الطاقة الميكانيكية. وده بيحصل لما يبقى الجسم في منتصف المسافة. مسألة، دي مسألة موجودة في أسئلة كتاب المدرسة، طبعا دي مسألة فيها أكتر من جزئية. لما بيجيلي في الامتحان بتجيلي مسألة بسيطة شوية عن المسألة دي، يعني بيجيلي المسألة تتحل في خطوتين بس، لأن دي مسألة أجزائها كتير جدا، بس احنا طبعا هنحلها مع بعض عشان هي مسألة بتقيس الفهم ومسألة مهمة. بيقول لي سقط حجر كتلته 5 كيلوغرام من ارتفاع 8 أمتار، يبقى هو هنا عاطيني كتلة الحجر وعاطيني الارتفاع، فعايز طاقة الوضع وطاقة الحركة في بداية السقوط وعلى ارتفاع 2 متر وعندما يصل للأرض، وقايل لي في النهاية إن عجلة الجاذبية الأرضية بتساوي كام؟ بتساوي 10 متر لكل ثانية تربيع. طب لو فرضنا إن الخط ده بيمثل سطح الأرض، يعني ده كده الأرض، وهنحدد نقطة مرتفعة كده وهنسميها إن ده أقصى ارتفاع، أهو أقصى ارتفاع. المفروض إن الحجر، وليكن هو ده الحجر، هيبدأ السقوط من أقصى ارتفاع أهو، كتلته 5 كيلوغرام. بدأ السقوط من ارتفاع 8 أمتار، يعني هو عايز يقول لي إن المسافة
من سطح الأرض لغاية أقصى ارتفاع ده 8 متر. عايز مني أحسب طاقة وضعه وطاقة حركته في بداية السقوط، وطاقة وضعه وطاقة حركته على ارتفاع مترين، وطاقة وضعه وطاقة حركته عند سطح الأرض. احنا هنتعامل مع المسألة على انها ثلاث مسائل منفصلة. يبقى انا اللي مطلوب مني دلوقتي ان انا احسب طاقة الوضع وطاقة الحركة عند بداية السقوط. طبعا هجيب طاقة الوضع الاول، المفروض ان طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع. طب انا عندي في المسألة الارتفاع هو موجود 8 متر لكن ما عنديش الوزن. طب ما نجيب الوزن. طب اجيب الوزن ازاي؟ هضرب الكتلة في عجلة الجاذبية الارضية. يعني المفروض ان انا هضرب الخمسة اللي هي كتلة الحجر في عجلة الجاذبية اللي هي 10، هيديني الوزن. اضرب الوزن في الارتفاع يديني طاقة الايه؟ الوضع. طب بالنسبة لطاقة الحركة من غير ما احسبها، طاقة الحركة بتساوي صفر عند بداية السقوط. ليه؟ لأن احنا اتفقنا لما يبقى الجسم في اعلى نقطة بيتوقف او بيسكن، فبتكون سرعته صفر، فبتكون طاقة حركته صفر. تعالوا نبص كده مع بعض. طاقة الوضع هنجيبها ازاي؟ الوزن في الارتفاع. ما عنديش الوزن، ما انا لو ضربت الكتلة في عجلة الجاذبية الاتنين دول بيمثلوا الوزن. يبقى انا كأني بالظبط لما اضرب الكتلة في عجلة الجاذبية كأني بضرب الوزن في الارتفاع. طب الوزن بكام؟ هضرب الخمسة اللي هي الكتلة في العشرة، المفروض بخمسين، وبعدين اضربهم في الارتفاع 8، هيديني 400 جول. دي المفروض طاقة الوضع عند اقصى ارتفاع. طب بالنسبة لطاقة الحركة اتفقنا ان هي بتساوي صفر لان الجسم في اعلى نقطة فبيكون ساكن، يعني ما بيتحركش، فبتكون طاقة حركته بصفر. طب افرض انا عايز احسب الطاقة اللي اسمها الطاقة الميكانيكية، بتساوي ايه؟ بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة، يعني 400 الوضع وصفر الحركة، يبقى الطاقة الميكانيكية بتساوي كام جول كده؟ 400 جول. هنلاحظ حاجة، الطاقة الميكانيكية ثابتة مش هتتغير، سواء الحجر في أقصى ارتفاع أو على ارتفاع متر أو 2 أو 10 أو 7 أو أي ارتفاع أثناء سقوط الحجر، هتفضل طاقته الميكانيكية مقدار ثابت. اللي بيتغير طاقة الوضع وطاقة الحركة، ممكن واحدة تزيد أو واحدة تقل. طيب كده خلصنا أول جزئية من المسألة، نخش على الجزئية التانية اللي عايز يحسب لي فيها بعد وصول الجسم لارتفاع مترين. يبقى أنا هغير الارتفاع، كأن الحجر دلوقتي بقى على ارتفاع 2 متر. هذا الحجر اهو اثناء السقوط وصل لغاية ارتفاع 2 متر. طب عايزين نحسب طاقة الوضع بنفس الطريقة، طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع. طب ما عنديش الوزن، اضرب الكتلة في عجلة الجاذبية في الارتفاع الجديد بقى اللي هو 2 متر. تعالوا كده نشوف طاقة الوضع هتبقى بكام. طاقة الوضع بتساوي الكتلة في عجلة الجاذبية، واتفقنا ان الاتنين دول كأنهم الوزن بالظبط، في الارتفاع. الكتلة بخمسة، عجلة الجاذبية بعشرة، الارتفاع 2، هتطلع لي طاقة الوضع بتساوي ايه؟ بتساوي 100 جول. الكلام ده على ارتفاع 2 متر. طب احنا عايزين نحسب طاقة الحركة. طب انا ممكن احسبها بطريقة بسيطة، احنا مش لسه قايلين ان الطاقة الميكانيكية 400 جول؟ هتفضل ثابتة 400 جول؟ اه. هنحط الطاقة الميكانيكية اللي هي 400 جول، ونطرح منها طاقة الوضع اللي هي 100، يقوم يديني طاقة الحركة اللي هي 300، لان احنا اتفقنا ان الطاقة الميكانيكية اثناء سقوط الجسم ثابتة،
يعني هتفضل 400، ممكن طاقة الوضع تقل، طاقة الحركة تزيد، لكن يظل مجموعهم مقدار ثابت. طيب نكمل آخر جزئية في المسألة، عندما يصل إلى سطح الأرض. طب قبل ما حل، لما بيصل لسطح الأرض اتفقنا أن الارتفاع بيكون صفر، فبتكون طاقة الوضع صفر. طب لما طاقة الوضع هتبقى صفر، هتبقى طاقة الحركة بتساوي الطاقة الميكانيكية اللي هي 400 جول. وبكده نبقى حلينا المسألة بتاعت أسئلة كتاب المدرسة اللي هي مكونة من 3 أجزاء، ودي تعتبر يعني من أصعب المسائل اللي ممكن تجي لي على الجزئية دي. أفتكر إن هي هتبقى بسيطة لو قسمناها زي ما احنا قسمناها كده وركزنا في حلها، هنلاقيها سهلة وبسيطة. وإن شاء الله في الامتحان لما بيجي لي مسألة زي دي ما بيجيش بالشكل ده، بتيجي على شكل خطوتين مثلا، يطلب مني حاجتين بس، ما بيطلبش مني جزئية كبيرة كده زي المسألة دي. وبكده نكون خلصنا مع بعض الدرس الأول في الوحدة الثانية الطاقة، أخذنا على 3 أجزاء، كان درس كبير شوية. أتمنى أنكم تكونوا فهمتوا كويس جدا، أتمنى أنكم ترسلونا وتبعتولنا، وما تبخلوش علينا دايما بلايكاتكم وتعليقاتكم، ويريد كمان يبقى فيه شير عشان كل الناس تستفيد. وإلى اللقاء في الدرس الثاني إن شاء الله.